القضاء على الأمية، كيف تشعر عندما لا تستطيع تعبئة الطلبات أو أنك لا تفهم محتوى هذه الطلبات أو أنك تريد البحث عن عمل ولسبب واحد لم تنجح؟ عندما تريد أن تنجح في مهنتك ولم توفق وهناك شيء يمنعك، وعندما تريد القراءة ولم توفق حسب تصورك أو قراءة الرسائل المرسلة لك من المدرسة أو من روضة الأطفال ولا تستطيع فهمها، إنك لست الوحيد. كثير من الناس في ألمانيا عندهم صعوبة في القراءة والكتابة، ولكن يوجد أخبار سارة حيث يوجد مدارس قريبة منك لتعلم اللغة. حاول أن تجد المدرسة المناسبة لك لتتعلم اللغة. أنك تريد أن تتواصل مع ناس آخرين وعندهم نفس المشكلة وأن تتعلم معهم بدون ضغط حسب إمكانياتك. هنا وفي هذا المكان تجد الأشخاص المناسبين لك والقريب من دار البلدية في وسط المدينة مجاناً وبدون مقابل وبدون أخذ موعد. مر علينا، هذا المقهى مفتوح من الساعة 4 بعد الظهر حتى الساعة 5:30 كل يوم جمعة. ولمزيد من المعلومات شاهد هذا الفيديو لتتعرف على المزيد. هل تريد أن تنتسب إلى دورة لغة مع الكبار؟ فأن الفولكسهوكشولة هي المكان المناسب لك، حيث هنا تتعلم اللغة في صفوف صغيرة تحت أشراف مدرس أو مدرسة المؤهلين لهذا الغرض. الفولكسهوكشولة قريبة من دار البلدية وفي وسط المدينة، حيث يكون الدوام مرة في الأسبوع ولا تكلف الكثير. في هذا الفيديو تجد الكثير من المعلومات. هل تريد أن تتعلم اللغة من البيت؟ فليس هناك مشكلة، على طريق الإنترنت تجد الكثير من الدروس المناسبة هناك لتتعلم اللغة. كذلك يوجد دروس اللغة من الفولكسهوكشولة لتتعلم القراءة والكتابة، كلها موجودة في النت مجانا. لمزيد من المعلومات شاهد هذا الفيديو. هل تريد أن تتحدث من شخص مع شخص من ألفا للاستفهام؟ فما عليك، لا تتأخر في الاتصال مع المكتب أثناء الدوام مجانا يوم الاثنين حتى الخميس من الساعة 4 حتى الساعة 6 بعد الظهر، ويوم الجمعة من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا. وفي هذا الفيديو يوجد رقم تليفون ألفا. الخطوة الأولى ضروري أن تتخذها من أجل أن تتعلم اللغة والقراءة والكتابة بالمساعدة الضرورية.